وكذا إيصال المؤونة للتجمعات السكنية المعزولة مهمة يقوم بها أفراد الجيش الوطني الشعبي في كل من الأزهرية، برج بنعامة، برج الأمير عبد القادر ومناطق أخرى من ولاية تسمسيلت. كما تم تموين كل القرى والمداشر بمادة الغاز، ونحن في استعداد دائم لمساعدة السكان عند الحاجة في هذه الظروف الصعبة. أنا ما يجيش غير النهار التالي. غير النهار التالي. تذان الله يحفظك. يا حضرة تذان بصيفتك راك كولونيل وجينا الله يخليك. الله يخليك. الله يتعافى لأولادك بخير إن شاء الله. قعدت هذه الجماعة تعافى. إن شاء الله. للإشارة أن العام المتواصل إلى هذه الساعة لخدمة المواطن وذلك بالتعاون مع السلطات المدنية للولاية. الجهد متواصل لفك عزلة هؤلاء السكان، وقد بدت بعض بوادر الانفراج بعد فتح الطرقات، وهذا لتسهيل تموين المواطنين بالمواد الغذائية الأساسية. إلى ذلك هب